احنا معانا مكالمه تليفون، انت ممكن تتخيلي ان المكالمه دي هتكون من احدى بناتك، لكن الحقيقه هي مكالمه من نوع خاص. احنا معانا استاذ محمد الشريف. السلام عليكم. الله وبركاته. اهلا بحضرتك استاذ محمد. ايمان ازيك؟ حضرتك زوج ماما سومة. طبعا. اهلا بيك، اهلا بيك، وحضرتك حبيت انك تدخل معانا على الهوا وتكلم ماما سومة. اهلا بحضرتك بالقناه. أهلاً. واشكرك على اعطائي هذه المداخله. بس يعني اسعد من حضرتك بس يعني على حوالي 3 دقائق. اتفضل يا فندم، اتفضل. بدايه اقول لكل ام المصريه كل عام وانت بخير، وخاصة الأمهات المثليات على مستوى المحافظات كلها، واليوم يوم الجاهزة في الدنيا والجاهزة الكبرى إن شاء الله في الآخرة بإذن الله في الجنة. أمين يا رب العالمين. أما بخصوص قصة الكفاح التي مرت بها مدام سومة، أرى أنه كفاح شاق وصعب جدا للغاية. فحياتها يعني تكون يعني تكاد تكون داخل المستشفيات بجد والله. بداية من 2017 عملية جراحية في قدماها، ختاما بالكنز تارة 19 عاما والتي توفت اول امس بضمور في المخ وشلل رباعي، ولا يوجد مجال للتفسير الان غير انني انوه على ان التربيه الدينيه التي تاسست عليها مدام سومة مش حفظها الله كانت هي الدافع للصبر على قضاء الله وقدره، ودائما كانت يعني كانت تتفائل بالحياه، فلم تضعف مره ولو حتى للحظه. دي شهادة جميلة من زوجك. هو والله هو زوج مثالي بجد. هو صديق كفاح يعني. معاكي. هو زوج مثالي بجد. هو كان لو اي صعوبات او اي حاجة هونها عليها، ما كانش يصعب علينا الامور، كان يهون علينا الامور. لو هتعرضنا لاي مشكلة او اي صعوبات هو يسهلها علينا. ما شاء الله. كان القبطان بتاع السفينة بتاعتنا اللي يعني ماشيها. انا مع حضرتك وربنا يخليكم لبعض. واي حياه في الدنيا، اي انسان بيمر بابتلاءات، انتوا الاختبارات من ربنا كانت كبيره بس انتوا كنتوا قدها. الايه الكريمه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وهل هناك اعظم من ذلك؟ طبعا. ولعل الفخر والتفاخر انها تقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا كان يقول لك دي اغلى احلامها. طبعا. اغلى امانيها. ان شاء الله ربنا يكرمها يا رب. وانا عارفه ان هي ليها حلم تاني كمان هنسمعه منها. نامل اما يعني ان كل من فضل الله فيهم فاداهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. يا رب. استاذ محمد انا بشكرك جدا. انا وصوتي ده صوته وتقول ده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد افندم بحفظ القران وبابا حفظ القران، ولو سمعتيه تقول ده الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما شاء الله ما شاء الله. يعني لو شغال في الجامع بيقرا في الجامع عندنا مثلا، اللي يسمع من بره يفكر ان احنا عاملين تسجيل لعبد الباسط الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللي متربي على كتاب الله سبحانه وتعالى اكيد هيكون زوج صالح ومعين ليكي في رحله كفاحك، والبقاء لله يا حبيبتي في بنوتك الملاك. ايوه والله لان هي كانت ملاك فعلا، وهي دلوقتي في الجنه اكيد. وهي وانا بشكرك انك حرصتي انك تيجي وما خذلتيناش برغم ان اكيد يعني انت مفتقداها، بس اعرفي ان هي ارتاحت وهي كانت تعبانه فهي ارتاحت الحمد لله.